بعرفكم على حالي مهندس حسام، شوي على السريع بدي بسيطة عن شغلي. معي بكالوريوس بالهندسة الصناعية وماستر بالإنجينير مانجمنت. اشتغلت في مجال الديزاين 3D موديلينج للمود بلاستيك مود ديزاين. اشتغلت في مجال التصنيع، خلينا نحكي المساعد للصناعات العسكرية بصفة مدنية. والآن أنا محاضر في أبوظبي، في أبوظبي بوليتكنيك، بقدم دورات، بقدم محاضرات في الرسم الهندسي، تصنيع المحوسة، الانجينيرينج دروين، استخدام الماكينات، المحوسة السي ان سي والميلينج ماشين. طبعا في سيرتيفيكيت وشهادات وحاصل على مراكز أولى، يعني آخر مركزين حصلت عليهم ريسنتلي، المركز الأول في مسابقتين تصميم ورسم عالمية. هاي اللينك طبعا بتضغط على اللينك بتشوف كيف ترتيبي. أنا المركز الأول في مسابقتين على التوالي 2018 بأبريل، وبديسمبر مرة ثانية حصلت المركز الأول. طبعا العديد من السيرتيفيكيت، اشتغلت في العديد من المجالات، العديد من بالأردن، مين اللي أنا بالأردن واشتغلت في الأردن، وهاي كلها قبل موضوع التدريس. كنت بقطع محاضرات كمان عن موضوع 3D printer، عن 3D modeling. وحسابات على السوشيال ميديا إذا حدا مهتم، 3D بالحسام على اليوتيوب، كات كام سي ان سي على انستغرام، بتشوفوا برودكت أكثر، منتجات، فيديوهات. اللي مهتم بالرسم الهندسي باستخدام برنامج الأوتوديسك انفنتور، أنا بحط توتوريال على اليوتيوب عشان تعرف كيف تستخدم برنامج بطريقة مبسطة لشبابنا، لأني أنا مدرس وأنا طلابي كلياتهم ما شاء الله مواطنين بالبوليتكنيك، وبعرف مستوى وبعرف إيش بلزمهم. فأنا بعمل توتوريال غير عن اللي تلاقوها على اليوتيوب تبعت الأدفانس وتبعت اللي بيحكوا، أنا بعملها قريبة للإشي اللي إحنا فاهمين عليه. أوكي، بالنسبة لـ 3D printing، الأستاذ راشد سأل what is 3D printing؟ والأخت جاوبت ما شاء الله عليها بتعرف 3D printing. معلومات كويسة، يعني 3D printing اللي هي زي ما أنت تفضلتي هي additive manufacturing process، يعني إحنا نضيف material عشان نحدث أو نعمل part أو مجسم. أوكي؟ فالأوبجيكتيف اليوم إنه introduce 3D printing ونعرفكم الـ capabilities لـ 3D printing والابليكيشن، ايش ممكن انا استخدم 3D printing. اوكي، الستوري بلشت قصه من 1981. هايدرو كوداما هو او اسس او كتب بحوث شيء يخص 3D printing، لانه ايام زمان في عمليات تصنيع مختلفه. اذا انت درست عمليات تصنيع، في عمليات تصنيع مثلا كيف نعمل بلاستيك انجكشن مود، في ديب دروينج، في فورمينج، في كبس، في مكابس، في كثير تشكيل صاج. ولكن ك 3D printing ما كانتش فكره وارده. ف 1981 تشارلز هو كمل على الموضوع وطلع بنموذج فايل اسمه STL اللي هو الى الان مستخدم، اللي هو السيريال ليثوغرافي. اوكي، سؤالي مرة ثانية، why do you think we need 3D printer؟ يعني الأخت جاوبت إيش هي 3D printer؟ بس أنا if I ask you، يعني إحنا ليش ممكن نحتاج 3D printer؟ ليش ممكن نحتاج؟ مين يقدر يجاوب؟ تفضل. تساعد في المجالات الطبية. تساعد في المجالات الطبية. مثل ما قلت لكم، كيف يعني تساعد المجالات الطبية؟ يعني مثلا ممكن نشكل جزء لعظم الإنسان أو لأطراف صناعية مثلا، خاصة الناس اللي عندهم بتر بالأصابع بالإيدين، الآن قاعدين يطبعوا إيدين بلاستيك من 3D printer، وبتكون قوية وبتكون تستحمل. هاي 3D printer الأصابع بنضاف إليها أشياء إلكترونية بحيث إنه خلاص يقدر يصير عملية تحريك أو ما تحريك، وحتى لو ما بده يحرك على الأقل يكون منظر بدل ما تكون مبتورة. سو في المجال الطبية، why we need 3D printer again؟ مين عنده إجابة أخرى؟ أوكي، تفضلي. تصميم معماري. تصميم معماري، برافو برافو. ايام زمان كانوا طلاب الهندسه المعماريه شو يعملوا؟ يروحوا عند مشاريع التخرج يمسك ورق وكرتون يثني ويلزق ويصمم عشان يعمل مجسم، زي مثلا البيوت، الفيلل، مسجد شيخ زايد، اشياء زي هيك، صح؟ الان يو دونت هاف تو دو ذس، ما في داعي تصمم ورق وكرتون وتقوس ويمكن تثني شوي يمكن الوزن، لا لا، عندك مجسم تطبع على 3D printer.
بس عليك ترسل الفايل، تضبط الفايل ترسله ويصير عندك شكل. حتى اللي عنده فيلا حتى يشوف شكل الفيلا بامكانه يطبعها مجسم يصير له فيلا. اوكي سو مره ثانيه ليش بنحتاج 3D printer؟ يلا نشوف اجاباتكم. اجاباتكم كثير حلوه صراحه. مين عنده افكار؟ تفضلي. الديزاين ديزاين ان جنرال صح؟ هلا مرات احنا نحتاج نعمل فكره، اوكي؟ انا مثلا محتاج اعمل فكره، بس انا اذا انا بدي انفذها يعني بدي اعمل عينه، ما بصير اروح مباشره لعمليات تصنيع مختلفه واجي اقول انا بدي انفذها، لانه عمليات تصنيع مختلفه مكلفه. شوف كيف؟ شايفين هاي منتجات البلاستيك؟ هاي منتجات البلاستيك احنا بنشوفها بالمولات رخيصه صح؟ يمكن 2 5 درهم 4 10 من كثره، ولكن هي هاي نتاج شيء يسموه قالب. قالب كيف قوالب الثلج، قوالب الكيك اللي بتعمل الكيك، كمان البلاستيك فيه قوالب، بس القوالب مكلفه. يعني زي هيك قالب يمكن حقه 300,000 400,000 عشان ينتج لك كرسي بلاستيك. اوكي فالموضوع مو هين، الموضوع مش بسيط، مش بيسك. انا لازم نعينه. طب انا عملت قالب وعملت منتج بعدين ما عجب الزبون صح ولا لا؟ او مثلا حسيت الكرسي الظهر مو مريح او الايدين مش مريحه، طب انا ما بصير اتورط او اكب القالب اللي مكلفني 400,000، فلازم اعمل شو بسموه بروتوتايب او عينه. عشان هيك 3D printer مستخدم. يعني افرجيكم امثله بسيطه. هي عينه ما فك. الحلو ب 3D printer بتعمل لك شيء متحرك، يعني انا بقدر احرك اسكر افتح ومطبوع جاهز، انا ما عملت اسمبلي، هي هيك انطبعت جاهزه. اوكي؟ مثلا زي مكعب الليجو، هاي 3D printer انا بدي اعمل عينه، بدي اعمل سامبل، بدي اشوفها تركب ما بتركب، الضغطه كويسه تبعتها، كل هذول اللي انتم شايفينهم هاي هنا كلياتهم سامبل. مجسم البوكيمون ابني طلب مني قالوا اياه. اوكي؟ صور اذا بتحطوها بالضوء بتبين. اوكي؟ الفاس او مزهريه او ما بعرف، شايفين السبايرل كيف الشكل؟ طبعا كل هاي زي ما انتم شايفين سامبل عينات. اوكي كيف بتبلش الفكره؟ بتبلش الفكره من 3D موديل. 3D موديل بنحوله ل برنامج، برنامج عشان يعمل لي عمليه ترتيب ل 3D موديل، يحول خصائصه، بعدين بنرسله للطابعه، بعدين بيوصل على المنتج. سو معناته الفكره لازم تبلش بشو؟ بموديل. اوكي؟ طيب احنا حكينا 3D printer هي additive manufacturing process. كيف يعني additive manufacturing process؟ يعني انا ما بيكون عندي شيء بضيف ماتيريال صح؟ في عمليات تصنيع اللي هو subtractive او انها تشيل، في زي شو؟ زي CNC. شوفوا هاي، هاي صناعه CNC. subtractive. كان عندي ماتيريال صرت اشيل 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 شوي شوي لما حصلت شكل نهائي. ايش مشكلتك هاي؟ في عندي لزق كويسه بتاخذ وقت، وعشان اعمل الشكل هذا لازم يكون عندي متطور. هاي الماكينه مش موجوده بكل مكان، حتى بالامارات نادره، لان هاي 5 اكسس ماشين. اوكي؟ بينما 3D printer العاديه زي هاي هي اديتيف مانيفاكشر بروسس. هاي القطعه اللي انتم شايفينها هي نفسها هاي. انا كيف ابنيها؟ انا ببنيها قاعد اضيف ماتيريال، كل مره بضيف طبقه، كل مره بضيف طبقه، كل مره بضيف طبقه عشان احصل على الشكل النهائي. اوكي اثناء الحكي لانه احنا ما بدنا نخلص قبل ما الماكينه تكون شغاله، لانه هاي الماكينه بتاخذ وقت. مشكله 3D printer انها شو؟ بتاخذ وقت. اوكي بدنا نفرجيكم كيف ممكن تشتغل 3D printer وكيف ممكن تطبع. ما نعمل عليها عينه بسيطه. اوكي اول شيء كماكينه نرجع للشرح. اوكي بس عشان نستغل الوقت، بالنسبه للماكينه زي ما انتم شايفين هي فيها بيت اللي هي بسموها الطاوله. اوكي انا قاعد ارفع بالمحور الست. اوكي سو عندي محور زد، محور واي، محور اكس، فهي 3 اكسس. اوكي؟ طيب هاي الطاوله
البيت لازم تكون سخنه، ففي عندها هيتر. اوكي هون بسموه نوزل. كيف يعني نوزل؟ يعني انا هون بكون عندي هاي هنا، انا هيك بشتري الماتيريال اللي هو البلاستيك، شايفين هاي البلاستيك، انا بشتريها شيء زي هيك. مثلا هذه البلاستيك بيجي زي هيك، بيجي عباره عن شو؟ عن رولات. اوكي؟ انا بدي افتحه اكثر في قدامكم كيف احنا بنقوم بعمليه وضع الماتيريال جوا 3D printer. اوكي؟ طبعا عشان ما يرطب وما يصير فيه يدخل هواء، هم بيكونوا عاملين له زي فاكيوم زي سيلين كله عشان ما يخرب، لان البلاستيك اذا اخذ هواء بعد فتره وخليته بالمكشوف برا بيخرب. اوكي؟ اذا انتم ملاحظين هنا عندنا عينات لونها احمر، صح؟ لانه الماتيريال اللي استخدمناها شو كان لونها؟ احمر اكيد. الان احنا بنبدل، وهذا موجود منه معظم الالوان. يعني انت هذا بامكانك تشتريه من امازون سوق دوت كوم اللي هو صار امازون، بامكانك تشتريه من نون، من اي مكان تقدر تشتري. هو بسموه فيلمنت. اوكي؟ سو هي فيلمنت بحطه زي هيك، او بحطه من الجهه الثانيه عشان يصير سهل عملية إدخاله بالماكينة. أوكي؟ طيب. هلا هون عندي أنا قديم، أنا كنت حاط واحد أبيض. أوكي؟ بطلع قديم. اول شيء هذا انت بتدخله مانيوال زي ما انتم شايفين، ما بياثر. اوكي هذا ببين عندي بالضبط كل الاحداثيات وبيعطيني صوره للشكل كيف ممكن يطلع. اوكي ممكن يطلع عندي لاير شيفت، بتكون ساعتها مش من البرنامج، بتكون من ماكينتك نفسها. مثلا على حظك خربت الزد اكسس، مثلا احترقت هون، في انتم شايفين بيلت وبولي، يعني في عندنا بيلت اللي هو بتسحب الماتورات، ممكن يكون احترق، ممكن يكون انقطع، ممكن يكون لوز السكرو، لانه هذول ال 3 دي برنترز اللي زي هيك في منهم شيء اسمبل وفي منهم شيء بري اسمبل. اوكي اللي زي هاي انا جمعتها، يعني ما كانت مجمعه، انا اشتريت الكرتون عادي هيك وصغيره، انا اللي بنيت هذا، بينما في شيء منهم تجي مبنيه جاهزه. اوكي؟ ممكن هاي التعليميه او هاي كمان مشاكل او عيوب البرنتنج. حتى هاي شايفين هاي هون البلوك، هاي اللي هي من تحت هون، هون محل ما بيطلع البلاستيك بنسميها نوزل صغيرة، شايفين من تحت ما ببين معكم. هاي النوزل ممكن تسكر. يعني مثلا احنا استخدمنا ال 3D printer، بعدين اجينا بعد فترة انا طفيت عليها، رحت اجازة شهر، رجعت بعد فترة اجازة، بلاقي من جوا البلاستيك يمكن يكون حاشر بالنوزل، صح؟ مسكر، فأنا لازم أكون أنظفها، لازم أكون أعرف كيف أعملها صيانة. زي ما أنتم شايفين ممكن يطلع عندي مشاكل كثير. هاي اللي هي الاكسترودر اللي هي بهاي الجهه، محل ما دخلت الواير من هون. هاي كمان الجهاز اللي هو انت بتدخل من الواير، كمان ممكن يصير في عندنا سبراي. اوكي في عندنا بولي. Any questions about this؟ يعني عندك اسئله هون؟ تفضل. انه لا احنا بتكون المشكله طابع؟ لا طابع؟ يا ممكن بالتصميم، ممكن بالطابع.
ممكن بالسيتنج اللي انت حطيتيها. يعني مثلا انا جبت تصميم جاهز من النت وهم عاملين له ريفيو انه هذا التصميم كويس بيشتغل، انا ما عرفت احط سيتنج كويسه. افرجيكم مثال. هلا هذا شيء زي هيك لازم يكون رقيق عشان يتحرك. انا لازم اعمل السماكه اللاير لازم اخليها صغيره، لان انا بدي اوسع عشان يعني الوقت ما 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 بي ما بيلزقوا، يعني ما بيصيروا زي هيك لوز بيلزقوا ببعض. فكمان لازم انا انتبه للسيتنج تبعتي، انا شو بدي ديتيلز ولا بدي وقت؟ اوكي؟ بعض المرات ما بطبع معي ديتيلز، يعني هاي العيون هاي تلوين، بينما طبعا هاي بتطبع اكثر من لون، بس هاي انا بتطبع بس لون واحد ما بتطبع اكثر من لون. اوكي؟ فزي ما حكينا ممكن تكون العيب من التصميم، ممكن تكون العيب من الموديل نفسه، او من ايش؟ من البارامتر اللي احنا حطيناها، احنا ما حطينا بارامتر بطريقه صحيحه. طيب كمان عندكم اسئله؟ سامحني سامحني بقى تسبق التمسك. زي ما قلنا يعني العيوب مره ثانيه، اما عيوب طابعه، عيوب موديل، عيوب بارامترز للسيتنج. طب الموديل كيف ممكن؟ ممكن واحد عامل موديل بس هو مش طابعه لسه، يعني هو عامله كمنظر كثير حلو. احنا مرات شو بصير معنا؟ بيجينا مثلا انا عندي حساب على الانستغرام، ناس مرات بيرسلوني انه انا بدي اطبع مجسم، انا بدي اطبع كذا. مثلا شو بكون عامل؟ مره واحد انا يعني كثير استغربت منه، عنده بتعرفوا تبعة النفط اللي بتكون بالبحر شو بسموها؟ حقل النفط او شو؟ ريك. والله يمكن انا ما بعرف، شايفها هي كبيره بده يطبعها بس بحجمها قد، بس هو راسم كل تفاصيل فيها. قلت له يا ابن الحلال انت بدك تطبعها صغيره، انا بدي اعملها سكيل كم؟ سكيل مليون يعني صح؟ عشان تصير صغيره. طب كل التفاصيل بتختفي. فانتوا لازم تكون كمان منتبهين، هاي عيوب الديزاين. انا لما بدي اطبع شيء مثلا انا راسم فيلا، ما بصير ارسم التفاصيل تبعت الفيلا، يعني مثلا اجي على الباب اذا انت كاتب والله مثلا بسم الله ما شاء الله صغيره وشي تخليها هون، لان هاي كم بوينت 1 انت فيلتك كم مساحه الفيلا؟ واحد دونم. معقول كل التفاصيل عاملها واحد دونم وانت بدك تشوفها على 1 ملم او 0.1؟ فهاي عيوب ديزاين. عرفت كيف؟ او مثلا عيوب ديزاين يكون شيء ضعيف، يعني مثلا هاي من هنا الايد انكسرت معنا لما طبعناها، انا بعدين جبت الزيق ولا سبت له اياها وشو، ليش؟ لانه هاي عيب ديزاين، الايد كان عاملها سماكتها بسيطه. مرات الواحد ما بنتبه، هاي التيل انا عدلت على الديزاين تبعه، كان التيل رفيع رفيع رفيع، انا من هون زودت سماكته. هاي عيوب ديزاين، ليش؟ لانه هو بيكون رسام فنان بس هو ما عنده 3D printer في البيت، هو بس شغلته كمبيوتر، فهو مش متخيل الحقيقه. احسن واحد بتخيل اللي هو بيقول لك انا عندي 3D printer وانا I already tested my parts او my models، هذا بيكون اوكي بتاخذ منه شيء مضمون، لانه عنده هو رسام وعنده 3D printer فهو مجرب. اما اللي بس رسام كمبيوتر ما عنده شكل ماكينات ما بينفع لارض الواقع تكون تتحول لشغل. اوكي؟ نشوف ايش كمان عندنا؟ انواع ال 3D printers، اوكي؟ انواع ال 3D printers. في 3D printer تكنولوجيا هاي اسمها FDM رح نجي لها، اوكي؟ في تكنولوجيا ثانيه اسمها SLS، اوكي؟ SLA هي Serial Lithography. هاي اللي هي تستخدم كثير ادق من ماكينتنا هاي، يعني هاي مقارنه بالدقه مع هاي ولا شيء، هذه كثير ادق. تستخدم في المجوهرات، في الحلي، في الاشياء الدقيقه، شفتوا الان اكيد النساء والبنات الخواتم النسائيه الجديده هاي الديزاينات ولا عليها اشياء صعبه، هاي كلياتها صارت تنعمل موديل على الكمبيوتر وتنطبع وبعدين بعد يطبعها بيطبعها رزن، ماده رزن اسمها، بصب عليها الذهب صب، بحطها بطوالب وبصب الذهب فبتتشكل مكانها، فصار هو خلص اكل، بطل شغل يدوي. اوكي؟ لذلك اللي احنا صرنا نشوف اشياء يعني شايفين كيف هاي واكس، بيكون واكس رزن. اوكي؟ هلا هاي انا بدي افرجيكم منها، اتوقع عندي فيديو هون. بس قبل شوي كنا نقول انه ما بدنا نهتم بالتفاصيل عشان ما راح يكون دقيق بالرسم. ايش هو؟ لا لا لا، احنا كنا بنحكي عن اف دي ام، عن هاي التكنولوجيا، هذيك التكنولوجيا مختلفة تماما، هذيك التكنولوجيا متخصصة للتفاصيل. اوكي؟ اللي اسمها اس ال اي، اوكي؟ تستخدم ليزر،
يعني بيكون في عندنا مادة رزم، الرزم بيساعد يعني بيصير زي علبة الدواء، بتحطه في وعاء، اوكي؟ هي بتصير شو تعمل؟ تغطس الوعاء كل مرة بينزل لتحت، هي بتصير تبني تعمل تضرب عليه ليزر، ما كان في ليزر بتجمد، اوكي؟ فبتصير تعمل شو؟ تشكيل للمنتج. هاي اسمها تكنولوجيا بتصير الفوتوغرافي، هاي موجودة، هاي موجودة بيستخدموها زي ما قلت لكم تبعون محلات الذهب، محلات المجوهرات، محلات كذا، وحتى في ناس بيعملوا فيها الأسنان. ما عملت واحد راح عند دكتور أسنان يركب سنة قبل في عندنا شيء اسمه سي بي سي أو شيء تقنية حديثة بيكون عاملين زي هيك كمان. شايف زي هيك شو؟ طبعا بيكون ضارب عليها ليزر على الرزم. بعدين بتطلع المجسم. شوف كيف؟ بتطلع من تحت السائل الرزم. بس عشان نكون واضحين انا ما حكيت في الجي بي ام ان في تفاصيل كثير، يعني انا ما حكيت لهي الدرجه، لا انا شو حكيت شيء ثاني. الدليل انه في تفاصيل عندنا، شوفي عندنا هذا المنتج زي هيك، اوكي؟ هذا المنتج متحرك، يعني بالطبع مثلا شوفي هذا بسموه انفينيتي بلوك، انا بعمل هيك وبعمل هيك وبعمل هيك بضل هو شغال، يعني بضل يلف معي. شوف انا ما بغير وضعيه ايدي، ها بضلني اتحرك وبضل يلف، وهذا الجوينت اللي جوا المسافات اللي بينهم كثير بسيطه، يعني يمكن هنا تشوفوا المسافات اللي بينهم عباره عن ولا شيء، يعني 0.1 او يا دوب صغيره، فلا في تفاصيل في دقه. بس انا كنت احكي بموضوع اخر اللي هو شو، اللي هو انا ما بصير اكون ما افهم بالموضوع كليا، يعني انا اتوقع اني انا اذا بنيت شيء بحجم خارطه الامارات واعمل معالم عليها كبيره بمساحات دونم و10 دونم و20 دونم اصغرها هيك ويضل محافظ على هاي الشيء، مش انا لما بعمل سكيل داون راح ينعمل سكيل داون لكل شيء، فهيك بالنتيجه كل شيء راح يصغر. بس انا من الاساس اذا انا شاطر بالديزاين وبدي دقه بقدر احط، يعني هون في تفاصيل عندي، هاي في عليها تفاصيل هون، هاي اذا انتم شايفين صوره الشيخ سعيد بس ما بتبين الا بالضوء، اوكي؟ يعني اذا بنعمل زي هيك شايفين؟ هاي انا عملت منها بالبيت تيبل لام لصور اولادي، عملته دائري، يعني حطيت واحد هون واحد هون واحد هون واحد هون ولفيتها وجبت من ايكيا فكيت اللي عليها وحطيت الضوء من جوا وشي وصارت تيبل لام. تفاصيل هاي شايفين تفاصيل صح؟ بتبين. بس زي ما قلنا لكم هون المسافات اللي بينهم صغيره ففي تفاصيل، ولكن الموضوع شو؟ الموضوع انا لازم اكون عارف انا شو بتعامل، ما بصير اكبر من شيء كثير صغير. اوكي؟ طيب في عندنا كمان تقنيه اسمها اس ال اس او سلكتيف ليزر سنترينج. هاي نفس مشابهه للتقنيه اللي بقولها ولكن هاي باستخدام باور. اوكي؟ بس هو عالي
من هذه بس بتستخدم اكثر لانه هاي قويه قطاع المعلومات. باي ذا واي احنا هون الـ FDM هي تقنيه مش قويه، يعني انا لو بوريكم اي بارت لو بعمل هذا هيك بكسر على السريع على عكس البلاستيك اللي هو الانجكشن مود. تذكر اول ما وريناكم اول سلايد فرجيناكم الكراسي والبلاستيك مود اللي قلت لكم تشتروها من الكارفور ب 4 درهم 7 درهم، هتلاقي معموله بطريقه الانجكشن مود بلاستيك زي البلاستيك هذا، ولكن بما انه تشكيل البلاستيك تم على الساخن وتم دفعه واحده، يعني حطينا البلاستيك بقالب وضغطناه مره واحده، فالستركشر بين الخلايا البلاستيك جزيئات البلاستيك متماسكه. ولكن هون احنا شو بنطبع؟ طبقه 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 طبقه، والجو مفتوح ففي هواء في تبريد في مكيفات، فتماسك الطبقه ما بيكون ضعيف، يعني هاي او هاي، لان هاي من هون انكسرت، كان هنا وقع واحده بس وقع من ابني انكسر. اوكي، بينما تشوفوا منتجات بلاستيك هاي اللي بتشوفها الالعاب او تبعت ماكدونالدز وقعها 1000 مره ما بيصير فيها شيء. السبب شو؟ انه الانجكشن مود نفسه لما بيعمل انجكت للبلاستيك بتكون طبعا شو؟ مره واحده. زائد البلاستيك طبيعته هاي اسمها بي ال اي. الانجكشن مود بقدر استخدم بولي كربونات بي سي، هاي دنسيتي بوليثيرين بي اي تي. هون بقدر استخدم ليمتد، يعني انا بستخدم بي ال اي بركب عليها اي دي اس، بركب عليها بي تي اي جي، ويمكن كمان نوع نوعين. بس شو مشكلتهم كمان؟ زي ما قلنا انهم بدك تعرف البارامتر تاع السيستم، يعني انا الاي بي اس الى الان ما حاولت اني اخضعه لانه بدك تكون مسكر. في ناس شو بتعمل؟ بتجيب مثلا كرتون او بتصل عند واحد قزاز او شيء، او بتشتري طابعه ثانيه اللي بتكون مسكره اصلا عشان تقدر تطبع عليها ماتيريال مختلفه اي بي اس. انا بالنسبه لشغلي ما احتجت الاي بي اس عشان اطبع عليها، بينما لو انا بالاندستري اوكي ممكن احتاج ماتيريال اخرى. هاي هي الـ FDM التكنولوجيا اللي احنا الان نستخدمها. احنا بنستخدم FDM اللي هي شو؟ اللي هي عندنا الفيلمنت، هذا بنسميه فيلمنت اوكي اللي هو هذا، بفوت الفيلمنت من خلال الاكسترودر على الهيتد نوزل. تذكروا لما قلنا لكم احنا بنسخن النوزل على الهيتد نوزل اوكي، الطاوله ترتفع او النوزل ترتفع، يعني عندنا ديفرنت تكنيك، ناس بتخلي الطاوله هي اللي ترتفع والنوزل ثابت، ناس بتخلي النوزل هو اللي يرتفع اوكي. وبنقعد وهي ممكن نقعد نبني طبقه 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 طبقه. اذا انتم بتلاحظوا هنا هاي وهاي على نفس الارتفاع، ملاحظين؟ لو جبت لكم مسطره تشوف ما بيصير ابني هاي عالي وهاي واطي. ليش؟ لانه هاي الطابعه اذا بنت هون عالي وراحت بنت واطي بدها ترجع تبني عالي، شو بصير فيها؟ تخبط. فهي بتبني بنفس الوقت، يعني لو انا عندي منتج عامل هيك مثلا زي هذا بدي ابني هذا وهذا وهذا بالنص واطي، بس ابني الواطي اجي عند هون ببني جزء يمين بروح جزء شمال وبترك النص، ببني يمين بعدين بروح يسار، ببني يمين بروح يسار، يمين يسار. لا ما بصير تطبع جزء وتترك جزء. اوكي؟ سو هاي هي زي ما قلنا لكم بتفوت بتسخن زي ما انتم شايفين حامي بتسخن وبتبني، اللي هي هاي التكنولوجيا الاف دي ام اللي احنا بنستخدمها. Fused deposition modeling is a 3D printing method that makes durable objects out of the same plastics you see in everyday products. With FDM, the 3D printer takes a spool of plastic filament, melts it, and extrudes it onto a tray to build a part layer by layer from the bottom up. FDM materials are all industrial-grade thermoplastics. That's what makes the resulting parts so tough. And it's also why FDM is changing the way industries design and manufacture. With FDM, a designer can sketch an idea and test it the same day. Industries can cut lead times and costs. Products turn out better and get to market faster. FDM parts are... Okay. Hi, FDM. هلا بنجي ل 3D printer for education. كيف انا مثلا كمدرس كيف انا عملت implement او تطبيق 3D printer في ال education؟ اوكي؟ انا بدرس ماده اسمها رسم هندسي. اوكي؟ الرسم الهندسي اما باستخدام الادوات الهندسيه اللي هم المنقله والحجار والمسطره وشيء، وباستخدام الكمبيوتر. انا كانت عندي قطع زي هيك بس ما كنت طابعها 3D. اوكي؟ كنت موجوده اكسرسايز اوكي عند الطلاب، فكنت اقول لهم بتروح على الاكسرسايز رقم 7.3
ترسم لي مثلا التوب فيو والفرونت فيو، يعني هيك الفرونت وهيك التوب وهيك الرايت سايد فيو، اوكي، بتعمل لي قص سكشن فيو، قص بالمنتج يعني تبي تقص لي اياه وتفرجيني الرزق. طلاب يعني ايش بحكوا عن شو بحكي هذا؟ يعني الموضوع صعب. العفو فيك، اهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافيه، اهلا فيكم.